إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى هذا المرحوم حجي محمد سفيان بن سفيان حجي عثمان حجاح أربينة بنت أمري حجاح سلفيا بنت عبد الغني زهيري بن داتو حجي وزاتازين محمد شهرول رزوان بن داتو حجي وزاتازين مأزين بن حمزة عبد الغني بن صالح نورجايا بنت زين العابدين Rajamah binti Tahir Jaflus bin Abdul Ghani Abdul Hanan bin Abdul Ghani Ahmad Baidi bin Lojinu Naisaih bin Abdullah Harijah binti Muhammad Haji Syahidin bin Haji Muhammad Hajah Hasnah binti Haji Husin Haji Taib bin Toha Wan Nasru bin Wan Yusuf Basir bin Paiman Hajah Rahmah binti Haji Ibrahim Raja Kahar bin Raja Samah Wan Yusuf bin Wan Ahmad Abu Bakar bin Pit Rosliah binti Haji Ismail Asmah bin Haji Basir Cik Mas binti Jusuh Nik Muhammad bin Haji Nik Ishaq Rabiatul Adawiyah binti Abdul Baki Salih bin Ahmad bin Baba Jariah binti Kamsiah Zainal Abidin bin Abdul Baki Muhammad bin Nik Muhammad Fawad Abdul Kadir bin Abdul Baki Muhammad Ramadan bin Abdul Kadir Syarni Haji Sulaiman bin Sadan Maryam binti Suhur Pagi binti Sarib Yusuf bin Said Abdul Rahman bin Haji Samad Sajum binti Hasan Salih bin Uthman Rabiatul Adawiyah Safiyah binti Ismail Musa bin Jusuh Muhammad Yamim Naspida binti Natar San Haji bin Masrahin Masjuri bin Masrahin Mahfuz bin Masrahin Yas'ah binti Masrahin Sabidah binti Hasan Basri Mursalin bin Junaidi Abdul Latif bin Uthman Jafri bin Abdul Latif Zaidi bin Abdul Latif Rajmah binti Abdul Latif Yusuf bin Mahfuz Ngah bin Ismail, Halimah binti Mukri, Sani bin Jamal, Nik binti Abdullah, Minah binti Mat, Sulaiman bin Kemin, Jamaluddin bin Hussein, Muhammad Afif bin Jamaluddin, Rahmah binti Hanafi, Sheikh Hussein Jalani bin Sheikh Ahmad Jalani, Yusuf bin Abdullah, Fatimah binti Abdullah, Hussein bin Tambi Maidin, Cik Mah binti Husin, Aznan bin Zainul Abidin, Nur Effendi bin Abdul Manaf, Zawiyah binti Muhammad Nur, Mek Bidah binti Mek Bidah Mak Saleh, Mamat bin Kadir. Fa'auladihim wa masyafihim wal muslimin wal musliman al-ahya ibnuhum wal amwat. Anna Allah taqashya min rahmah wal maghfirah wa sallamun jannah wa yufajakna muslimin wa yaktimu lana wa lakum ila husna fi khayrin wa lutfin wa afiyah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلله من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما كلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
نقدمها ونقضيها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا أنت مولانا فانصرنا وأغثنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أبانا الخائفين آمنا مما نخاف يا أبانا الخائفين نجنا مما نخاف يا أبانا الخائفين نجنا مما نخاف. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Yet was a beast.